اهلا بكم في قناة عم محمود الملاك. بص يا جماعة، النهاردة جاي لنا مراتب سوستة، ايه تمام، مرتبة كبيرة ومرتبة صغيرة، تمام. زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي فيها، نوريها لكم، نوريكم بقى الشكل النهائي كويس. اهو ده الشكل النهائي اهو بتاعها، دي المرتبة السوستة اللي معانا. ماشي، ده شكلها اهو بعد التجديد، تمام. نرفعها كده عشان نوريها لكم. ادي شكل المرتبة السوستة بعد التجديد. ماشي، انتظرونا في الجديد. اهلا بكم في قناة عم محمود المنجد على اليوتيوب. بص يا جماعة، النهاردة في شغل اهو، ده تصليح مراتب سوستة زي ما انتوا شايفين جاية كده اهي. معانا عم محمود. عم محمود عامل ايه؟ الحمد لله. ايه بقى الشغل اللي معاك ده؟ هي مراتب سوستة اهي، الحمد لله تعبانة اهيت. فانا دلوقتي كده بظبطها وبرجعها احسن من الاول. بتقويها يعني؟ طبعا بخليها احسن من الاول، بخليها كده تعيش معاك السنين. تمام. يفتح كده ورينا اللي جوه ايه. افتح لك دلوقتي يفتح كده لهم المكتبة. كده عشان ايه، يشوفوا اللي جوه المراتب السوستة ايه. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، اهو بنبتدي المرحلة اللي هي بتاعت مرحلة الفك اهوت من فوق. فك المرتبة. ايوه، ده الطبقة بتاعت اللباد. طبقة اللباد دي طبقة تعبانة قوي. طبقة اللباد اهي يا طبقة جماعة. تعبانة اهي، بص طبقة تعبانة. السوست باينة اهي زي ما انتوا شايفين كده، دم كويس. يفتح كده ورينا يا عم محمود. بص يا جماعة، زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو، وريكم كل حاجة على الطبيعة عشان ايه، مبقاش عندنا مصداقية، ما عندناش غش. ده طبقة اللباد اللي هي متاكلة خالص. ها لا هي كمان هنقويها بقى، هنعمل لها تقوية صح كده. نظبطها. زي ما انتوا شايفين يا جماعة كده، معاكم خطوة خطوة. بص يا جماعة، ده اللي جوه المرتبة. بص هي عاملة ازاي. احنا برضو بننصح بالمراتب القطنية يا جماعة، صح كده يا محمود؟ مراتب القطن حلوة. مراتب القطن مفيش احسن منها. بص يا جماعة، ده من جوه اهو المرتبة اهو. طب الناس تحافظ على المرتبة السوستة ازاي يا محمود؟ الناس تحافظ على المرتبه السوسته ازاي؟ اقول لك ايه، ما حدش ينام عليها يعني عشان ما حد يحافظ عليها. امال ايه؟ ما يناموش عليها بقى عشان يحافظوا عليها. لا انا عايزين بقى نعرف الناس تحافظ عليها ازاي. في سوسه، لو قطن اقدر اقول لك عليها، لكن السوسه ما اقولكش. لو قطن اقدر اقول لك قطن تحافظ عليها. تقدر تقول عليها. اقول لك تحافظ عليها ازاي. لكن ده حديد، ساعات بي 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 بي. حديد ساعات بتني ساعات بيبوظ. لكن القطن لو ولا حديد ولا حاجه. انا بنصح بقى القطن بقى ايه، القطن علاجه الشمس، علاجه ان انت بتصلحه بيرجع تاني. تمام، ما فيهوش تكلفه زي تحت المرتبه السوسته. ماشي، انا معاك اهو. بص يا جماعه، ده طبقه اللباد لازم نفكها قدامكم بحذر، زي ما انتوا شايفين كده.